اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. طبعا نحن بهذا الدرس عم نكمل في قراءة كتاب حوسبة الكم بلغة سلك، وصلنا بالفصل التاسع. هلا راح نحكي عن خوارزميات البحث، اوكي، عن داتا معينة، في وحدة لجروفر وفي وحدة لسيمون، اوكي. هذول اثنين شخصين عاملين خوارزمياتهم، اوكي، في البحث بالطريقة باستعمال حوسبة الكم. تمام، فبيقول لك بالحوسبة الكلاسيكية مسألة البحث عن عنصر في قاعدة بيانات أو في لستة أو لائحة أو مصفوفة هو شيء كتير مهم، أوكي. ف يعني صعوبة البحث عن عنصر في داتابيز مش مرتبة، مش مهيكلة، مش محطوطة بهياكل معين وترتيب معين، اوكي، في حوسبة الكلاسيكية بيؤدي إلى إنها تاخذ وقت كثير. ولكن في حالة الحوسبة الكمومية، صعوبة البحث عن عنصر في داتابيز مش مرتب، في قاعدة بيانات مش مرتبة، ممكن تنعمل في وقت أقل من هذا، من الطريقة الكلاسيكية، تمام، أو الحالة الكلاسيكية. فهاي فصل راح نفوت في خوارزمية جروفر البحث، اوكي، اللي بنستعمل على البحث عن العناصر، واللي هي اساسا خوارزمية للبحث عن عناصر في داتابيز مش مرتبة ومش محطوطة بنظام معين، مش بهيكلية معينة، ومع شو اسمه سرعة بحث اسرع من ما هو بتلاقيه في الكلاسيكي، اوكي، في البحث الكلاسيكي. فنحن رح نغطي المواضيع التالية. أولا يعني نعمل مقدمة عن خوارزميات البحث، هلأ نشوف كيف بتصير، يعني نبلش بخوارزمية البحث خاصة بجروفر، نطبق الخوارزمية باستعمال لغة سلك. هلأ هون في عندنا حل واحد، يعني عم بيعطيك خوارزمية البحث تبعت جروفر لحل واحد باستعمال لغة سلك. هون بيكون عندنا عدة حلول باستعمال لغة سلك، وبعدين خوارزمية جروفر لعدد غير معروف من الحلول باستعمال لغة سلك، وبعدين بالآخر بيحكينا بالفصل عن خوارزمية سيمون، أوكي. طيب هلأ بقول لك بالفصل الثامن، هون كمقدمة عن خوارزمية البحث، بقول لك الفصل الثامن احنا شفنا خوارزمية دوش جوزا وبرنشتاين بازراني، وانت شفت وكتبت كود لفانكشن بتحقق يعني او ل لا شو اسمه دول خوارزميات شغلتها انه تتحقق من نوع الفانكشن، من نوع الدالة اللي هي ساعدتك حتى تحدد فيما اذا الفانكشن هو كان كونستنت ولا بالانسد، كان متوازن ولا ثابت. وكمان بهذا الفصل نحن راح نكون، يعني بقول لك هلا بهذا الفصل نحن راح نكون عم نبني فوق الاساسات تبعون، يعني كيف بدول هو عم بيعمل فانكشن تشيكينج، يعني هاي الدوال اللي بتتحقق من نوع الدالة، اوكي، واللي هي راح تكتب، ونحن افضل عفوا نحن راح نكتب خوارزمية البحث المشهورة الكمومية المعروفة كخوارزمية جروفر للبحث، تمام. طيب بحث عن المعلومات. فقبل ما نبدا في الشرح تبعنا على حوسه عن يعني البحث الكمومي، اوكي، بحث بالطريقة الكمومية، خلينا بالأول نفهم خوارزميات البحث بشكل كلاسيكي المتاحة لنا. أول أو أكثر نوعين هيك ظاهرين بارزين لإلك في طرق البحث، أوكي، بالطريقة الكلاسيكية، في عندك البحث الخطي أو التسلسلي، يعني بيجي مثلا أنت صف عناصر ورا بعض، فأنت تبلش من أول واحد بضلك ماشي فيهم، على قد عددهم راح ياخذ وقت العملية، أوكي، كل ما كتر كل ما بياخذ أكثر. وفي عندنا كمان البحث الثنائي الباينري سيرش، يعني بتنظم الامور بالشجره، اوكي، يا يمين بتحط مثلا عندك عنصر وبتجيب عنصر وعنصرين،
بتحط العنصر ال يعني اذا هن مش شو اسمه يعني اذا هن مرتبين اوكي، بتحط العنصر اللي اصغر منه على يمينه واللي اكبر منه على اليسار، او بتعكسها بالسرش. المهم انك انت ماشي بنظام انه الجهه بتاخذ الاصغر من ال يعني بتاخذ بلش بواحد وفي اثنين تانيين، واحد من هالاثنين بيكون على يمينه والثاني بيكون على يساره، او كيف مثلا كنت تطلع على اليمين ويسار، عرفت كيف؟ واللي هي هن كثير مستعملين بشكل واسع لحتى يبحث عن عنصر في داتابيز، في قاعده بيانات او مصفوفه، اوكي؟ فبالبحث الخطي كل عنصر من العناصر هو بينمر عليه وبيشوفوه اذا هو العنصر المطلوب، اوكي؟ وبما انه كل عنصر هو وبس تلاقى طبعا بنحط وين عنوانه في من الليسته تعرف تجيبه، وبما انه كل عنصر بتم مقارنته، فاذا اذا العنصر المطلوب كان موجود اوكي وكان على اخر الري اخر الليسته اوكي، فهي هتاخذ عدد ان من مرات البحث اوكي لحتى تلاقي العنصر المطلوب. مثل ما حكينا لكم بدك تمر على كلياتهم، يعني اذا مثلا عندي 10 بصير عدد الخطوات لحتى توصل لل وهو قاعد على العاشر العنصر، بدك تمر فيهم من الاول للعاشر. هلا انت اصلا على اساس انك ما بتعرف وين هو، مش اللي بعرف انه هالعاشر رح يجي من العاشر، لا انت على اساس ما بتعرف وين هو بقلب اللستة بتروح مدور عليه. اذا طلع على العاشر يعني انت تاخذ 10، اذا طلع على اخر اذا اخر شيء طلع مثلا على المليون بدك تنطر مليون حبه لحتى توصل. فهمت؟ شوفوا بقول لك ان مره هيك بيحسبوها انه قد ما يكونوا، فانت هاي اسوء حاله بتوصل فيها، شايف قديش بطيئه تمام، بدك تنطر لحتى توصل للاخير اوكي. طيب وبحاله الباينري سيرش تري، باينري سي بي اس تي بسموها باينري سيرش، نحن بنفترض انه الليسته تبعتنا او القاعده تبعتنا قاعده بيانات هي مرتبه ب يعني يا تنازليا يا تصاعديا اوكي. وهاي الخوارزميه بتشتغل على فكره انه شو اسمه فرق قصد، يعني قسم وسيطر اوكي، ديفايد اند كونكر، يعني فرق قصدي بالاخر انا بالعربي. ف بالبحث الثنائي نحن بنختار يعني مفتاح للبحث اوكي، بيكون عنصر معلم اللي احنا يعني العنصر اللي هو احنا عابين ندور عليه اوكي، وبعدين بنقسم الليستة لنصين اوكي، من النص من نص الليستة بندور على نص الليستة اوكي، شوفوا نص الليستة وبعدين بلس نصير نشوف مثلا كل مرة بشوفه اذا العنصر بدي اياه صار على النص هو هذا. طيب اذا مش بالنص بصير اشوفه بروح يا على اليمين يا على الشمال، عرفتوا كيف؟ وبصير بقسم نص النص 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 لحتى اوصل للعنصر يا يمين يا شمال اوكي. طبعا طالما انت بتمشي بهالطريقه والعنصر اللي بدك اياه صاير اقل من بيكون على اساس اللسته مرتبه، عرفت كيف؟ اذا كان يعني اللسته العنصر عم بدور عليه اقل من العنصر اللي صاير في النص اوكي في نص اللستة، فاذا بروح بدور عليه وين؟ بالجهة اللي اقل. اذا هو اعلى من اللي بالنص بروح بدور عليه بالهذا، وبضلني شو بكل يعني بالمطرح اللي ايته او بعمل نوع من التضييق للبحث، عرفتوا كيف بصير يعني بالرسم اوكي. يعني اذا هاي هي هون عندي اللستة تبعتي اوكي، نصه هون مثلا تمام، اول بالاحمر نص قسمناه هون. هلا انت العنصر اللي بدك اياه اول شيء بتشوفه بتشوف اذا العنصر اللي حتدور عليه اوكي، اذا انت اول شيء بتشوفه اذا هو نفس النص اوكي، اذا هو النص يعني هو خلص الاناء، بس اذا مش النص اذا كان اقل منه بروح بصير بتجه بهالاتجاه، اذا كان هو اكبر منه بروح بهالاتجاه تمام. برد شو بعمل انا؟ برد بشوف النص نص النص اوكي، اذا طالع مثلا هو اكبر من النص فاذا بروح بجيب النص اللي هون وبقسم من جديد وبشوفه اذا هون، بعدين بشوف اذا هون او هون حسب اذا اكبر او اصغر منه، اذا اصغر منه بنزل هون اذا اكبر منه بنزل هون، وبضلني بنزل نص ثاني. هلا بجيب نص بشوف هون هو هون على قده ولا هون ولا هون اوكي، اذا طلع هون مثلا اقل اوكي بجيب هذا النص
وبلش، عرفت كيف؟ فالموضوع بصير عملية زي كأني عم ضيق، عم ضيق البحث، تمام؟ لحد ما انصر اوصل العنصر اللي بدي اياه. اوكي، بضلني هاي بحرك السهمين كأنه عم بضغط، تمام، لحد ما الاقي وين العنصر اللي بدي اياه. هذه هي الباينري سيرش، البحث الثنائي. اوكي. طيب، فإذا صعوبة البحث أو قديش عدد الخطوات بتصير زي كأنك عم تحكي أنت بالطريقة الخطية اللي هي التسلسلية ورا بعض، بصير أو أن. أوكي، هيك بسموها بيج أو تبع أن، ماشي؟ هذا المفروض كنت بتعرفه من زمان، تمام. هلا إذا إحنا بدنا الحالة الثنائية، البحث الثنائي اللي هي التضييق تبعيت هاي، أوكي، الطريقة بتصير عندك الموضوع انه بصير عندك لوج ان، كيف يعني؟ ما تكون ان تعملها لوج، لما تعملها لوج يعني سقطها بعد، تمام. ف هي بتكون يعني تحسين جيد على البحث الخطي، اوكي، التسلسلي. هلا بالفصل هذا نحن رح نشوف كيف انه خوارزميه جروفر بالطريقه الكموميه تعمل تسريع اكثر من اللوج، يعني بتاخذك على جذر تربيعي تبع الان، عدد العناصر. كيف اذا كان عندك عدد عناصر من اللسته بصير عدد الخطوات بيجي لجذر التربيع تبعهم. يعني تخيل انت مثلا عندك اربعه بتنزل لاثنين، اذا عندك مثلا خلينا نقول 64 حبه بتنزل على 8 حبات، فهمت شو؟ هيك بتصير. هلا 8 تجارب، يعني 8 تجارب تلاقي شفت اسرعها. تخيل انت مثلا كبر الرقم كثير، اوكي، ال 100 بصيروا 10. تخيل عندك 100 حبه بصيروا 10. طب اكثر شو بدك اكثر؟ الالف قديش بصيروا؟ فهمت شو؟ او لا، خلينا نقول ال 10000 اهون، 10000 تحلها ب 100 ضربه بس، فهمتني كيف؟ شوف تخيل 100 مره بتجرب، شوف قديش انت سقطتها. اوكي، جد تربيه لعدد العناصر الموجودين اللي عم تبحث فيها، تمام. وهذا اللي احنا حنناقشه بهذا الخوارزميه. اوكي، طيب، خوارزميه البحث تبعت جروفر هي الشكل الكمومي لخوارزميه البحث اللي هي تساعدنا حتى نحقق بحث غير مرتب. يعني انت عفايت، تخيل كمان، مش انه يعني انت بالباينري، بالباينري لازم يكون اللستة مرتبة ولا حتى تقدر توصل للوج ان، سرعة لوج ان، ماشي؟ بس اذا بس هي كيف هي بتتم انه هيك لوج ان؟ هو بيكون الواحد من اول ما بلش بلستة فاضي، فكل ما برا بزيد وبروح هو بيعمل بحث وبضيف اول مرة، اوكي، وخلاص مرة واحدة. هلا بعدين بالثانية بالباينري بس يصير بحث يبحث بصير او لا، او كيف بدي اقول، لا بلاها صار البحث عليك، غلطنا. الفكرة انه انت بتضلك تضيف، اوكي، على اللستة، اوكي، بس بتصير تستعمل طريقة الباينري، عرفت كيف؟ يعني انت دغري بترتبهم وانت عم بتضيفهم، فهمتني كيف؟ تبحث وبترتبهم وبتضيفهم مع بعض، ماشي؟ يعني اذا صار عندك 5 و10 و2، تمام، هيك اجوا دوره، فهمتني؟ وبتيجي بتقول بتحط 2 فوق قبل الخمسة وبتسقطها هناك. بعدين لما تيجي رقم تاني، اوكي، مثلا بدي يجي 7، اوكي، فهو عنده اللستة كلها بشي بنصها، اوكي، وبشوف عندك مثلا 3 ارقام صاروا بده يصير 4، فهمتني كيف؟ بدغري هو عم بصير بزيد هون باللستة وبيرتب بنفس الوقت وبيبحث، اوكي، لما بده يبحث، كيف؟ فبصير عملية الترتيب والبحث مع بعض سريعة، ماشي؟ طيب، هلا هون بجروفر العملية مش مرتبة، يعني مش ضروري تكون الداتا مرتبة لتلاقي العنصر اللي بدك اياه، وبعد بتكون أسرع من لوج ان، بتجيبها بالجذر التربيعي تبعت ان، اوكي؟ طيب، فإذا فهاي الخوارزمية بتفرجيك قوة الحاسوب الكم في بطريقة إنه هي
تقلل عدد العمليات اللي انت بحاجه انك تدور على معلومه معينه، اوكي، مقارنه بالخوارزميه او بطريقه البحث الكلاسيكي. تمام. ف خوارزميه جروفر بتسرع او بتامن تسريع في عمليه البحث، وبتسخر شغله بنسميها amplitude amplification، يعني تقويه الامبليتيود تبعيت، اظن عم بيحكي هو probability amplitudes، بيصير يعليهم، عرفت شو؟ هلا انت شفت في الفصل الثامن خوارزميه دجوزا وبرنشتاين برزيراني كيف هدول الخوارزميات يحتاجوا لوسيط لحتى يشتغلوا بطريقه كثير مشابهه، اوكي، او بطريقه كثير مشابهه. خوارزميه جروفر كمان بتطلب وسيط اللي هو بيشفر او برمز هون اكثر، يعني العنصر اللي انت عم بتدور عليه، اوكي، بلستة من عده عناصر، اوكي. ف الوسيط يعتبر او بسموه وسيط جروفر، اوكي، جروفر اوراكل، اوكي، زي الوسيط الروحي يعني، اوكي. كلمه اوراكل هي مرات وسيط او وسيط روحي، بس مش وسيط زي السمسار يعني، اوكي. وممكن يطلع فيه الواحد كصندوق اسود، اوكي، ما بيعرف شو فيه يعني، اوكي. وكمان في عندنا يعني جزء، يعني هو الجزء الاهم، في عندنا جزء من خوارزميه جروفر هو يسمى جروفر ديفيوجن اوبريتور، في عندهم عمليه حساب، اوكي، بسموه ديفيوجن اوبريتور. ديفيوز يعني تنفيس، اوكي، ديفيوجن يعني كيف بدي اقول لك، كيف لما انت بينفخ البخار وبصير تشتت مطارح، اوكي، فهذا شغلته التشتيت والتفرقه، عرفت شو هو، يعني مثل الغاز ما بيعمل ديفيوز، يعني تنفيسه، اوكي، واللي هو مسؤول عن عمليه الامبليتيود امبليفيكيشن، اوكي، تقويه يعني قوه الاحتمالات، يعني عرفت شو، بحيث انه القويه هاي، اوكي، تبعيه العنصر المطلوب، اوكي، البحث عنه، هو بيزيدوه، يعني بيزيدوا احتمال انه يتلاقى، اوكي، هيك. والباقي يعني والباقي العناصر اللي انت ما مش لازم هو اللي بدك شيء اياهم، يعني اصلا انت بالبحث، يعني انت في واحد هو عم بدور عليه، لا تلاقي هذا، لازم تعليه احتمال وجوده وتوطي احتمال وجود البقيه، اوكي، هيك انت بس توطيهم، لا كذا ما بتحتاجهم كثير، اوكي. هلا عمليه الامبليتيود امبليفيكيشن ممكن واحد يطلع فيها ك يعني كطريقه انه واحد بدول هون انه تزويد الامبليتيود تبع العنصر المطلوب، اوكي، وبالتالي بيكون خليها عندها احتمال اعلى مثل ما حكينا، ومن عليه الاحتمال تبعها، اوكي، بحيث انه خلال ال وقت ما بتقيس انت شو عم بيصير على بوابه القياس في الحوسب الكام، اوكي، بتصير سهل كثير عليك انك تلاقي العنصر المطلوب. تمام. فخلينا هلا ندخل خلال الخطوات اللي بتصير فيها خوارزميه جروفر، اوكي، مع رسمة، وكمان عندنا هون وصف، يعني وصف رسم بالصورة، اوكي، ورصف وصف رياضي، اوكي، لحتى يصير عندك فهم واضح، اوكي، عن عملية خوارزمية وآلية عمل البحث بطريقة جروفر، اوكي. فلحتى نخلي الشرح بسيط، اوكي، نحن رح نفترض انه نحن عم ندور فقط على حل واحد، يعني عنصر واحد هو ما غيره بدنا ندور عليه، اوكي، باستعمال الخوارزميه. ف لحتى نبدا خلينا ناخذ
هالمثال هون انه عندنا فانكشن هو فيه العناصر من واحد حتى n، اوكي، بيعطوك يا صفر يا واحد، تمام، اللي هي ممكن يتم ترميزها عبر وسيط عبر الوسيط تبع جروفر. ونحن بدنا نبحث عن العنصر المطلوب، كيف طرد نسميه اكس نجمه، تمام، خلينا نسميه اكس نجمه، اوكي، بحيث انه اذا انت جبت الاكس نجمه بيطلع اكيد واحد، لانه خلص الايتو، اذا ما الايتو بضل صفر يعني، بس الا له واحد، تمام، اوكي. وبعدين بدنا كمان نعرف شو قيمه الاكس اللي احنا عم ندور عليه، تمام. طبعا هي كيف بدنا تلاقيها، انا بعرفه شو هو، بس كيف بدك تلاقيه اذا هو فعلا هو العنصر اللي انت بدك اياه، تمام، هيك حتى ارجع لك اياه، تمام. خلينا نبدا اول شيء طبعا بتراكب كل الكيوبتات، طبعا يعني في هذا مارد بدأ، ودائما بحط هذا مارد بالاول عشان يجربوا على الكل بسرعه، تمام، هي اللي بتساعد على التجريب السريع. فبنعمل سوبر بوزيشن، اوكي، تراكب كمومي لكل الكيوبتات اللي هن مهيئين للصفر اصلا، اوكي. فهذا الشيء طبعا بنحط مع بعض هذا المارد زي ما حكينا، وبعدين هذا كمان بيأدي او بيخلي ال الامبليتيود تبعون كل العناصر متساويين، تمام. افترض انه ان بتساوي عدد العناصر، افترض انه ان، اوكي، هو 2 اس ان، هذا يعني اكبر رقم هلا قيمته، تمام، بحيث ان هو عدد الكيوبتات، تمام. عم تعمل انت رقم صحيح مؤلف من من عدد n من الكيوبتات، اوكي. فهون بقول لك انه هذا يعني انت اللي عم تعمله هون بهاي، عم بتحطهم هدول البتات كلياتهم بهذا مارد، اوكي، او كل بت من هالكيوبتات عم بتحطهم بهذا مارد، وبطلع لك حال كمومي صاي اللي هي بتصير حسابها بالاخر هو هذا، اوكي، هذا حسابها، ماشي. هلا يعني بتحفظ الفورمولات تمشي عليهم خلاص، تمام، ما تحسب كتير انت بالكمبيوتر، يعني بدا كمبيوتر حتى ينحسبه ما انك تار، تمام. هلا من الرسم هون عندنا الصورة هون، انت بتشوف انه العنصر اللي مطلوب اكس نجمة في الليستة، اوكي، يعني هو العنصر هذا اكس نجمة هو اصلا موجود في ليستة من عدة عناصر، بحيث انه كل عنصر عنده نفس، شايف كيف، كل عنصر عنده نفس الاحتمال، اوكي، نفس نسبة الاحتمال، اوكي. لما شو اسمه، هن كمان محطوطين بحالة تراكم كلهم سوبر بوزيشن، تمام. هلا طيب، هلا هو من ال يعني الواحد لازم يلحظه، اوكي، الاهتمام انه ال يعني احتمالات تبعيت احتمالات هن تبعيتهم هن قيمتهم، يعني اوكي، هن بيكون شو جذر التربيعي تبع الاحتمالات نفسه، اوكي، اللي هو بسببها بنحصل على سرعة خوارزمية بتساوي او، عفوا، او جذر التربيعي للعدد للرقم n، اوكي، عدد العناصر كلها. طيب هلا نحن بنطبق هون شو اسمه يعني حساب مصفوفات تحويلة وحدوية، اوكي، يونيتري ترانسفورميشن، اوكي، على حالة التراكب، بحيث انه هون عم لما تطبقها هاي، اوكي، اليونيتري، تمام، بتطلع عندك ناقص واحد اف اوف اكس بالفكتور اكس هون، تمام، اللي هو يعني نحن بنقلب يعني نقلب يعني مستوى الاحتمال او قوية الاحتمال تبع العنصر المطلوب اكس نجمة، اوكي، وبعدين بنقلب وبعدين عملية القلب نفسها،
الفليب هاي كيف انت بتقلب مثلا من صفر لواحد، واحد تعمله صفر، هاي هون بيحكوا. بس هون العملية القلب هون ممكن تنعمل باستعمال بوابة زد، او بالاخص انك تعمل او انه بالاخص كمان انه يكون عندك اوكي وسيط على الفيز. اوكي يعني الوسيط نفسه هو حيكون بوابة زد تسغى على الفيز. اوكي ف هلا هون الصورة هون اوكي بتعرض لنا انه في فيز فليب، في قلبة فيز اوكي لتحت بتنزل للعنصر المطلوب بحث عنه واللي هو بينتج اللي هو بينتج بعد ما تعمل الحساب اليونيتري الوحدوي هذا اوكي اللي حكينا عنه ضرب المصفوفات يونيتري. فبهاي العملية ممكن يعني تصير عندك هون اللي هي تعمل وسيط جروفر واللي هو بهالحالة الفيز اوراكل اوكي اللي هو الوسيط تبع على الفيز تمام. فالعنصر هون عم بقول لك بالصورة هو انقلب اوكي عمل له فيز وقلبه تمام، يعني الامبليتيود تبعه صار ناقص. انت بتعرف لما تحط طلع كيف نرجع على البوابات كثير مهم ضل البوابات حد منها اوكي هاي البوابة الزد تمام اللي جيتس هاي هون اوكي هاي الاكس كيف عم يحسبون هاي الواي هاي الزد. الزد شو بيجي بيعمل اذا كان على اذا كان هو صفر بضله صفر اوكي والامبليتيود اللي ضارب ما هو انت نتذكر هدول الالفا والبيتا اوكي هول هن الامبليتيود تبعون هذا هن نسبة احتمال وجود صفر وواحد لانه انت بحالة تراكم فانت ما بتعرف هسه شو رح يكون قبل ما تصوت على الله. يعني احنا تنساش لما تعمل هذا مرات بتصير زي الطره نقشه فقبل ما تسقط بعدها زي الطره نقشه بعدها بالهواء عملت المصاري لتسقط لتعرف اي وحده منهم لما بتقيس فبتكون بتطير وحده منهم هيك تمام. هلا فانت بتجمعهم مع بعض هيك هلا لما يكون في عندك بوابه زد هون عم تعمل لك الفيز هون الامبليتيوز ضاربين الصفر اوكي بعدهم زي ما هن اوكي بس الواحد هون شو صار ناقص واحد يعني نسبة الاحتمال صارت شو اسمه او قوية الاحتمال صارت شو بالسالب يعني نازلة عشان هيك وحطها هو عم بيعملها بالنازل ليعلمها كمان شو تمام عشان هيك بعملها فيز بنزلها لتحت اوكي خليها ناقص واحد الامبليتيود تبعها اوكي هلا الخوارزمي شو اسمه العمليه الاساسيه في خوارزميه جروفر هي تكنيك من امبليتيود امبليفيكيشن اوكي هي طريقه من الطرق او هي طريقه الامبليتيود امبليفيكيشن يعني تقويه المستوى هذا اللي شفناه هون انت شايف كلهم على نفس الاحتمال مستوى الاحتمال فانت عم تعمل عم تقوي اوكي بس كيف عم تقوي عم تخليه يبرز هون تمام واللي هي بتحدث من خلال عمليه حسابيه رياضيه بنسميها انفرجن اباوت ذا مين يعني انت بتعمل اقلاب اوكي حوالين المعدل اوكي بهاي العمليه كل الامبليتيودز اللي عندك هون مثلا كلهم خلينا نفترض هون لحتى تصير هيك لتحت طبعا هالفليبينج بس عشان نعمل بوابة زد تمام فهي العمليه كل الامبليتيودز هون تبعون الحالات القوميه هن بينقلبوا اوكي حوالين ال يعني الامبليتيود المعدل اوكي وهذه العملية يعني بتستخدم ظاهرة من ظواهر التدخل الكمومي
حتى توصل ل يعني أفضل نتيجة قياس ممكنة. تمام؟ هلا طيب، فعملية الانفيرجن اباوت ذا مين، يعني القلب او الاقلاب حوالين او العكس حوالين المعدل، هي بتنعطى كمان، يعني فبكون 2 هذا الفاكتور بهذا الفاكتور ناقص I2N I2SN. هلا هون الاي انا ما عرفتش اذا كان عم بحكي، طبعا لازم يحكي عن مصفوفة الايدنتيتي، بس شو هون ال 2N؟ يعني هون بحكي عن يعني بحكي الايدنتيتي تبع كل الارقام، كل البتات تبعيته. اوكي فهذا هون بيظهر لنا نتيجة الانفيرجن اباوت ذا مين. اوكي يعني شوف كيف علاها هلا، فصارت لك اياها هيدي هي انا ببرز، انا هو هذا هو انا، فهمتني كيف؟ ف شو اسمه عملية القلب حوالين المعدل. اوكي يعني بتضمن يعني هذا عملية الديفيوجن اوبريتور. اوكي الان يكون هذا المنفس، تمام، وهي العملية هي عملية عامة اللي هي بتحتاج انه تكون تطبق بعد شو اسمه بعد خطوة الوسيط تبع جروفر، بعد جروفر اوراكل. اوكي وبعد مش بس بعد خطوة يعني وسيط جروفر، بعد ما وسيط جروفر بيعلي الاحتمال تبع العنصر المطلوب. اوكي ف ف يعني لجزئية التكويد هون، اوكي تبع خوارزمي تبع يعني الديفيوجن تبع جروفر، هاي التنفيذ تبع جروفر، اولا بوابات هذا المعرض لازم يكون يطبع كل الكيوبتات لحتى تحطهم في حالة التراكب، وبعدين عملية الانفيرجن حوالين يعني القلب حوالين او العكس حوالين المعدل تكون تطبق. اوكي وبالاخر بوابات هذا المعرض بيكونوا مطبقين على كل مرة تانية، يعني بعد ما تفوتهم بالانفيرجن. اوكي القلب هاي حوالين المعدل، البوابات هذا المعرض بيكونوا بيطبق على كل الكيوبتات، فهذا رح تشوفوه ان شاء الله. هلا بس مش بهالحصة. اوكي كيف بصير الكود تبعها لخوارزمية جروفر بلغة سلك. تمام بس لازم نكمل، خلينا نشوف. تمام طيب سواء نفضل لا نعمل الكود لحال فا او بالفيديو لحال. هلا هو يعني من المهم الواحد لاحظ انه كل هدول العمليات الكمومية هن مؤديين ب طلبية واحدة على الفانكشن نفسه تبع هذا. اوكي لما كمان عدد العناصر او عدد القيم اللي انت عم تدور عليهم بصير كتير كبير. اوكي نحن بحاجة انه نعيد عملية جروفر يعني او نعيد خطوة وسيط جروفر ووسيط شو اسمه والديفيوجن مع بعض. اوكي فاحنا هون عم بقول لك انه هو راح يضطر يعيدها، بس هون يعني مش خوارزمي بحكي، هون الديفيوجن تبع جروفر اوكي مع بعض بصير يعني هو الاوراكل، اوكي هو الوسيط، اوكي بصير يعني بيحتاج عدد
جذب تربيعي تبع عدد العناصر اللي انت بتدور فيهم لحتى يلاقي العنصر المطلوب. اوكي، فحنا نكون دقيقين اكتر، هو بتاخذ حوالي يعني ربع باي. اوكي، ربع باي يعني بتطلع على الأد ضرب جذب التربيعي تبع عدد العناصر. اوكي، يعني اكتر كمان، مو بس انه جذب التربيعي، كمان قسمها على الربع، فهمتني شو؟ او ضربها ب 75% من جذب التربيعي، يعني زي ما نقول هيك، او 80% من جذب التربيعي اذا بدك تقول. تمام، يعني بعد بنزلها بعد. اوكي، ماشي. يعني شو مثلا اذا احنا مثلا عندنا 10,000 حبه، جذب التربيعي تبعهم شو؟ اوكي، ماشي. اذا عندنا 10,000 حبه، اذا جذب التربيعي تبعهم حيطلع 100، 80% منهم يعني حتاخذ 80 مره. شوف قديش سقطت. اوكي، هذا اللي بحكي فيه، ماشي. بعدين هون كمان يعني شيء مهم حتى الواحد يطلع فيه كمان بحالتنا هاي، انه اعتبر ان اليونيتري تبع الفانكشن هون، اليونيتري تبع الفانكشن، اوكي، كوسيط اوراكل، واليو ساي، اليونيتري تبع الساي الحالة الكمومية ساي، هو الديفيوجن. اوكي، وبالتالي يعني اليو اف واليو ساي، اوكي، مع بعض بيأدوا الى خوارزمية البحث تبعيت جروفر. اوكي، وبس هاي هي، ماشي. فاذا بما انه خوارزمية جروفر بتحتوي على يعني جروفر ديفيوجن، والهاد ديفيوجن هو عبارة عن عملية حسابية مصفوفة لحال، فنحن فينا نوصفها باستعمال يعني طريقة المصفوفات كما يلي هيك. تمام، الجروفر العامة قد ما يكون عددهم تطلع بهالطريقة. تمام، ولاحظ انه كيف بيصير هون الدرج كلياته هو 2 على ان ناقص 1. تمام، والباقي بيطلع 2 على ان. تمام، بحكي عن هذا، عن الدرجات. اوكي، ضايقنا المحور هون، ماشي. طيب، فهيك بنكون احنا شرحنا شو خوارزمية جروفر. اوكي، كل اللي بتعمله خوارزمية جروفر هو بيعلي الاحتمال تبع الشغلة اللي انا بدي اياها وعم دور عليها. تمام، بس مش اكثر من هيك. تمام، وشغلة وهيك، طالما انا لقيت الشغلة عبر يعني تعلية احتمال وجودها، اوكي، بكون عم بلغي الباقي. اوكي، هي كل القصة حوالين تحتوي هذا، شو بدي فيهم هذولاك؟ يعني انت اول ما بتفكر تشوف انه لما بتبحث بتشوف انت حتى بدماغك وانت عم تفكر، اوكي، بتصير تفكر خلينا نشوف وين اكثر شيء محتمل تلاقي الشغله، بتدور فيهم هول، بعدين بتصير تشوف الشغلات اللي انت ما كنت مفكر فيها. فلما بتعمل هيك انت بتكون بتخفف من الوقت وبتعطي اولويه للشغلات اللي عندها احتمال اعلى. تمام، في البحث. طيب، واكثر من هيك كمان، انه انت راح مش حتبحث بطريقه مرتبه، اوكي، حتشوف زي طيب حياتك العامة، حتشوف ما فيش ترتيب، ترتيبك هو بس الذاكرة، انك بتذكر كان في هيك، كان في هيك، كان في هيك، بعد ما تلاقي، والترتيب التاريخي حتى انت هيك بتفكر، اوكي؟ هذا انت كبشر رجوعا تراكميا، يعني ما فيش ترتيب يعني، تمام؟ يعني مثل ما تقول 1 2 3 مش مرتبين بهالطريقة يعني، بس، اوكي؟ هلا المهم، فإذا هيك بنكون خلصنا شرح خوارزمية جروفر، اوكي؟ المرة الجاية بنشوف كيف هي نعطي حل إلها بلغة سلك.
بشكر المتابعة شباب، والسلام عليكم. في رجاء الاشتراك بالقناة واخبار فاتكم عن هذا الخوارزمية وهاي السلسلة تبعية حوسبة الكامل. سلام.